يمكن هذه الكرة أن يسجل معها الاتفاق. راح نشوف كرة البرازيلي. هذا سوزا صاحب 33 سنة. سوزا الآن بكرة عرضية باتجاه إيمان موليد. نعم تصرع معها شيء، تحدث معها فرحا اتفاقيا بأول أهدافه في هذا اللقاء. يسجل وليد أزارو المغربي، المغربي يسجل أول أهدافه. وليد نعم بالرأس، يقلص الفارق، يعيد الاتفاق من جديد إلى المباراة. تأخر الهدف ولكن في الأخير الأهم بالنسبة لوليد أنه وصل، الأهم بالنسبة لأزارو أنه يزور